بالنسبة للقنوات التلفزيونية التي تود خوض هذه التجربة في المجال الإعلامي، فهناك قناة المهرية، هذه القناة التي تحمل مسمى حضارة، تحمل مسمى محافظة، مسمى لغة. نتمنى من هذه القناة أن تكون لها رؤيتها الخاصة في نقل الأحداث، وأن تكون لها أيضا أن تكون لها اهتمام بالجانب المضمون وأيضا بالجانب الكادر الذي يعمل فيها. ما نتمناه من القنوات الجديدة أن تخدم المجتمع اليمني، أن تخرجنا من الواقع المعايش أو الواقع المؤلم. نريد شيء جديد، نريد تنمية، نريد ثقافة، نريد شيء يخدم الجوانب الإنسانية أكثر. يجب أن يكون الصوت الإعلام اليمني اليوم صوت موحد، لأن احنا نمر بظروف صعبة جدا، فيجب أن يكون هذا الإعلام موحد وموجه لمناهضة العنف وإيقاف الحرب التي تشهدها البلاد وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وتبني القضايا الوطنية التي يجب أن يركز عليها الإعلام، كون البلاد تمر بمرحلة صعبة جدا. أكيد نحن ننتظر من كل وسيلة إعلامية جديدة على الساحة أن تقوم بدورها الأساسي في تنمية المجتمع، في مناقشة قضايا المجتمع، كذلك أن تقوم في دور التثقيف، التوعية، وكذلك الترفيه وكل أدوار الإعلام. متفائلين خير فيها ومتأكدين من ذا الشيء، متأكدين أن قناة المهرية إن شاء الله بتطلع جانب المهرة المزهر للعالم كله من خلال ثقافة المهرة، من لبس المهرة، من أعراس المهرة، ومن كل جانب إن شاء الله. تكون إضافة نوعية للإعلام اليمني، وتكون المصداقية يعني للإعلامية الجديدة لليمن، ويكون بثها قوي عالمي، نطمح لهذا الشيء إن شاء الله، وتنقل صورة مشرفة للمهريين ولليمنيين بشكل عام.